زحفها على مشاعرنا، فجأة مش بنلاقي اللي بنحبهم حوالينا، يعني بينزلوا من القطر من غير سابق ميعاد. العيلة مش لازم تتجمع في وفاة حد أو مرضه، العيلة نعمة اوعى تفرط فيها. كل سنة وكل أم وكل أب بخير، كل سنة وكل الولاد والبنات طيبين. افتكر لمة العيلة بالدنيا، ربنا ما يحرمك منها أبدا. كل سنة وإحنا طيبين. تحياتي. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. To you. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you dead. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Papa. مش عارف يا جماعة، هم وحشوه ماسكين الأب والأم اللي عيالهم بتكبر في قلب مدن متوحشة بقت تاكل الوقت والعمر والمشاعر. مساكين لأنهم بيوصلوا لسن محتاجين فيه الدفى والحنان واللمة والعيلة والكلمة والضحك وإيد الحفيد وحضنه. الأب ده ملقاش حاجة يعملها قبل العيد اللي كان هيحتفل بيه لوحده، غير إنه يبعت لولاده رسالة مفادها إن أبوهم مات علشان يتجمعوا في جنازته. ولما بيوصلوا البيت بيلاقوه مستنيهم ومجهز سفرة العيد، وبيقول لهم إنه ملقاش وسيلة يجمعهم بيها غير الرسالة دي. تبت في بيتك وعيلتك وافتكر إن الحياة ما بتديش جرس إنذار للي بيفارق. بتخطفوا خطف وبيروح بعيد كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا متجمعين بحب. قبل ما ندخل على حلقة النهاردة في جزء تاني، خلوني الحقيقة عايزة أعلق على حلقة امبارح في جزء مهم قوي. في رسالة من صديق قال فيها: أختلف مع حضرتك جدا فيما كنا بنتكلم على الجزئية الخاصة بأن الدين لله، لا لإيران ولا للسعودية ولا للسلفيين ولا للشيعة ولا للوهابيين ولا للإخوان. الإسلام نزل، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فالحقيقة الصديق بيقول، اسمه مهندس عمرو: أختلف معك بشدة لنص حديث الرسول. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي بعض الروايات هي الجماعة. أنا هنا بقى الحقيقة لازم أقف، لأن أنا حقف عند من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. في الفكر، في الخلق، في العطاء، في الإسلام وجه لله، في سلامة الضمير، أيوة، في أخلاق النبي، في الاقتداء فيه، في الاقتداء به. لأن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا موافقة على الكلام ده، الكلام ده الحقيقة بيأكد الكلام اللي كنا بنقوله. الإسلام نزل إسلام، ما نزلش بأي مذهب تاني، ما نزلش بفرق زي الحقيقة ما حصل للرسالات السماوية اللي كانت قبلنا. إذن الإسلام هو إسلام وفقط ونقطة، مش إسلام طرف. لأني لو سلمت إنها الجماعة زي المهندس عمرو ما بيقول إن الحديث ذكرها في بعض الكلمات
أي جماعة، يعني 73 فرقة، أي فرقة اللي أصدقها دلوقتي أنا وأقول هي الفرقة الأصح؟ يا ترى الشيعة ولا السنة ولا السلفيين ولا الوهابيين ولا الإخوان؟ أي جماعة من 73؟ ولا داعش ولا القاعدة ولا طالبان؟ أي فرقة هصدقها وأقول إن هي الصح اللي حمشي وراها؟ هي دي الجزئية اللي حضراتكم لازم تبقوا واعيين ليها. الإسلام نزل رسالة سماوية خاتمة للأديان أو رسالات السماوية من عند ربنا، وبالتالي الإيمان به مفرط، الإيمان به كما أنزل، مش هنتشيع ومش هنروح فرق، لأن هو ده اللي ضيعنا، هو ده الحقيقة اللي ما ينفعش. وبرضو يبقى السؤال أنهي فرقة اللي أصح وأنهي جماعة اللي على حق؟ وعلشان كده فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. نرجع لكلامنا طيبين من تاني في حلقة النهاردة، من كلام رد على الرسالة لأني كان لازم أرد عليها، ومن لمة العيلة اللي يا رب يديمها علينا، نروح لقيم بقت بتتسرسب من بين إيدينا وإحنا مش حاسين. وأقول لك لا شماتة في مرض، لا شماتة في موت. افتكر يا بني آدم إن الحياة داين وتدان، أيام وربك بيداولها ما بين الناس. بيكون ليك موقف في الحياة طبيعي ضد مفسد أو خاين أو عديم الضمير، طبعا ده فرض، لكن أول ما يقع العدو، أول ما يصاب بأزمة، خليك إنسان وخليك راقي، خليك بعيد عن المهاترات الشخصية. أنت خلافك مش معاه مش خلاف لشخصه، أنت خلافك معاه خلاف في مصلحة عامة للجميع. الخلاف الشخصي لا حيودي ولا حيجيب. أنقض عدوك بمهنية، في أسلوبه، في أدائه، في مواقفه، في وشه، ما تخافش. لكن إياك تستغل نقط ضعفه أو انهزامه وتكمل عليه. مش أخلاق الفرسان ولا الطيبين، اوعى تتخلى عن إنسانيتك. يمكن يكون انهزامه رسالة من اللي خلقه وخلقك وأخدك لحتة تانية محتاجين نراجعها الحقيقة كمان مع بعضنا. من ضمن القيم اللي بتتسرسب نظافتك اللي أنت بتردد كل يوم إنها جزء من إيمانك، النظافة من الإيمان. في دراسة بتقول يا طيبين إن في مصر شخص واحد من بين كل 40 شخص هو اللي بيرمي المخلفات اللي معاه في صندوق الزبالة، يعني 39 شخص من بين كل 40 شخص بيرموا زبالتهم في الشارع. 39 من بين 40 ملهمش علاقة بالسلوك يحض على النظافة أو دين ربط النظافة بالإيمان. رقم خطير. بس احنا كل يوم بنتكلم عن النظافة المفتقدة والدولة اللي ما بتنظفش والعربيات اللي ما بتعديش. أيوة، أصل النظافة منظومة بيتحد فيها الوعي بأهميتها والسلوك المدرك لقيمتها والنظام اللي عارف ازاي يفرضها. واحنا بعون الله التلاتة مش موجودين، لا عندنا الوعي ده ولا السلوك ده ولا النظام المفروض لحماية النظافة. الحقيقة ما يرضيش حد نمشي في الشوارع واحنا السبب في منظرها ونفضل نشتكي منها. محتاجين منظومة كاملة تبدأ باستعادة الوعي من خلال إعلام وحملات إعلان بنفس منطق ادي ظهرك للترع، وإعلانات تنظيم الأسرة اوعي يا شابة تنسي الحبة، ومحلول معالجة الجفاف ابني حبيبي الغالي علي كان حيضيع يا اخواتي في ايدي والست كريمة. محتاجين مناهج ومدرسين يخلقوا جيل سلوكه نظيف وألفاظه أنظف. محتاجين سيستم متطور في جمع الزبالة، تصنيفها في قلب مصانع للزبالة مش في الشارع من خلال النباشين اللي بياخد اللي يعجبه ويسيب اللي ما يعجبهوش. منظومة تحول الزبالة لمية وكهرباء، أيوة لازم تكون كده منظومة. كفايانا أنتخ وكلام ملوش معنى عن خطط يا ما سمعنا عنها. محتاجين مسؤولين يغيروا أنماط فكرهم، يحلوا المشاكل من جذورها ما يسيبوش لها أي بقايا. محتاجين نغير أفكارنا في اللاوعي اللي جمدت فكر اللي جمدت الحقيقة أفكارنا فيه لسنين طويلة. محتاجين أفكار طول الوقت وتشغيل دماغ، علشان هو ده الأصل والحقيقة. مفيش في الحياة والنجاح كلمة أصل هم
أصل هو، لكن في طول الوقت أصل أنا. وأنا موجود على كل المستويات، ومشكلة المصريين دلوقتي الحقيقة بقوا طول الوقت عندهم مبرر، أصل هو أصل هم، بس ناسيين أصل أنا. أنا دي بقى موقعنا في كل الحياة، أنا دي في كل حتة، كلنا بني أدمين مع اختلاف مواقع المسؤولية. اللي بيدفع رشوة هو سيادتك، واللي مش عايز يقف في طابور برضه حضرتك، واللي بيرمي زبالة في الشارع هو أنت، واللي ما بيقومش بواجبه في محاربة فساد هو جنابك، مش حد تاني اللي بيكسر إشارة المرور وفاكرها فهلوة، هو برضو أنت. اللي بيعطل مصالح الناس في الشغل هو أنت، اللي بيمضي في شغله بمنطق على قد فلوسهم برضو أنت، وهو نفس ذات الشخص اللي لو تعرض لأي فساد في دايرة الفساد الشعبي هيشتكي منه ويقول لك هي الناس ما بقاش عندها ضمير ليه. وما تتعجبش، لأننا بقينا عايشين في دايرة كلنا فاسد ومفسد أو ممارس عليه الفساد. صحيح أنا من الناس المؤمنة إن علاج الفساد سيستم عالي بيبدأ من فوق علشان يغسل السلم من أوله، بمنطق ديكتاتورية القانون اللي ما يعرفش أبوه وتنفيذه بحسم وبشكل علني، لكن كمان مؤمنة إني مسؤولة عن نفسي، ويوم ما حقف قصاد ربنا مش هقدر أقوله أصل هو أصل هم. محتاجين نغير ثقافة بقت موجودة جوانا في عقلنا الباطن في اللاوعي. نصيحة عرضناها امبارح وكانت مهمة، ولقينا ان احنا نكررها النهاردة على حضراتكم تاني. بعد اذن حضراتكم، اكسر المعتقدات او الثقافة اللي جواك، اللي لو سألت نفسك انا ليه ما بعملها وما لقيتش اجابة على انت ليه بتعملها، يبقى اتباعك ليها تقليد فارغ من مضمونه. بوب بروكتور وتغيير ثقافة اللاوعي، وفيلم عرضناه امبارح ومهم نكرره النهاردة. تحياتي. Have you ever wondered why there's so many people graduating from school and they're lost, they don't know where to go? Have you ever wondered why some people who just aren't very bright earn millions of dollars and others who are absolutely brilliant are broke? Do you know, that question has run around my mind for over 50 years. It's something called paradigms. Joe Barker wrote a book on it back around 1990. It was an excellent book. And you know, paradigms literally are controlling our life. We can go right through our educational system and learn absolutely nothing about them. It's that little voice within that's controlling you, and it's controlling me. You see, paradigms are nothing but a multitude of habits that are lodged in our subconscious mind. School teaches us nothing about how to change the paradigm. And yet we have people graduating from school with an abundance of knowledge, and they're not going anywhere. You see, the knowledge they've gathered does not equate to the results that they're getting. They're really bright, but the results would indicate they're not very bright at all. Well, you and I have been conditioned. We've been conditioned genetically. That's why we look like our relatives. And then we're conditioned environmentally. Think of this for a moment. A baby that is born in the suburbs of New York, if it was taken to Beijing and put in a home there, that baby would grow up fluent in Chinese, absolutely no knowledge of the English language. The same, of course, if you took the baby from Beijing to New York, the baby would grow up in English. Why? Because we're programmed with the language that we're surrounded by. But we're also programmed with the lifestyle that we're surrounded by. Now think of this for a few moments. Do you know that almost all welfare recipients are third, fourth, fifth generation welfare recipients? People going nowhere, generation after generation. In prisons, do you know that almost all people that leave prisons go right back into prison? The recidivism rate is up around 85 or 90%. 3% of our population earn 97% of all the money that's being earned. Do you know, if you stop and ask yourself, why? How is this happening? There's answers. I began asking those questions a long time ago. See, when I was 26, I was earning $4,000 a year. A couple of years later, I was earning over $1 million. I had no formal education, no business experience. The change was so dramatic, I wasn't satisfied with enjoying it. I want to know why. Because I grew up with the idea that you probably grew up with. If you're going to earn a lot of money, you've got to be really smart. But you see, I was earning a lot of money and I knew I wasn't very smart. The idea is if you're going to build a business, you have to have a good formal education. I had 2 months high school.
But I had a business that was operating in Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, London, England. I had to know why, what happened. Now, what actually happened was I changed my paradigm. I changed my subconscious conditioning, and I didn't know what I had done. And I'll tell you what I found. I have worked for some of the largest companies in the world. I've gone in, I watched their sales go up by hundreds of millions of dollars, just teaching people how to change a couple of habits in their life, because that's what a paradigm is. A paradigm is a multitude of habits that are lodged in our subconscious mind. Our conscious mind is where our intellect is resident. And that's what school, our parents, our guardians are always having us work on, teaching us to develop our intellect. But that isn't the part that controls our behavior. The part that controls the behavior of this thing that moves us into action is our subconscious mind. And that's where the paradigm is. That's where the ideas are all locked up. I think William James from Harvard put it very well way back around 1900. He said, you must deposit the idea in the treasury of your subconscious mind. Well, unfortunately, that's what happened to us. A lot of false beliefs were deposited in the treasury of our subconscious mind. I want to suggest you ask yourself, what do I believe? Take your pen and write down some of your most cherished beliefs and then ask yourself, why do I believe that? And you know something? You probably haven't got a foundation for believing it. You inherited that belief. You didn't originate it, you inherited it. It's part of the paradigm. Paradigm is culture. Culture is nothing but group habit. And group habit is right back to a paradigm again. Do you know, I travel all over the world. I go into all kinds of what I would refer to as foreign countries. When they come to our country, it's a foreign country. And you know something? Although people look different, they sound different, they dress different, they may eat different foods. When you get past the culture, people are essentially the same. We're spiritual beings, have an intellect, and we live in a physical body. But the paradigm is controlling us. You see, the statistics that I referred to, the 97%, that just as true in one side of the world as it is on the other. But you know something? You and I have the ability, just like that, to decide, I'm going to be in that 3% group. Now, how do I do it? That's where the paradigm has to be changed. And when you do that, you change your life. Do you know, inscribed over the Ark of Apollo at Delphi for the last 2,000 years are two words, know thyself. Hardly anybody really understands himself. Beyond their name, their age, their gender, they really don't know too much about themselves. As we start to dig inside, we'll start to see that there's a program in our mind that's literally controlling our life. And if you study the lives of most people, it doesn't change too much one year to the next. But you know something? It can change just like that by changing the paradigm. That's what you really want to understand. Understand it's a multitude of habits in your subconscious mind. See, as a little child, I was asked, Bob, why are you doing that? And I say, I don't know. They say, what do you mean you don't know? You know better. I know. Why you're doing it? I don't know. The school, the teachers, Bob, why'd you do that? I don't know. They say, you know better. I know. Why are you doing that? I don't know. I went into the Canadian Navy, every commanding officer. Why? You see, I didn't know why I was doing things. I was doing things I didn't want to do. It was giving me results I didn't want to get, and yet I would do them anyway. That's a paradigm. Everybody's playing the same game. You owe it to yourself to gain an understanding of this magic word. Understand that there's a program inside of you that's literally controlling your behavior and producing your results. And you have the ability to write a new program. That's right. And when you write your own paradigm, that's when you start to take control of your life. And that is the way it was designed. You are designed to control your own life, to live the way you want to live. Do the things you want to do with the people you want to do them with. It's a great way to live. You got to get to know yourself first. In this next exercise, I'm going to lead you inside yourself to that core of perfection within you and show you how to overcome, go past, go around, get over that old paradigm so that you are free of being controlled by someone else's ideas. قرر انت عايز تعمل ايه وتكون مين وتعيش ازاي ومع مين.
اعرف نفسك وراجع ثقافة ممكن تكون اتربيت عليها، لكنها محتاجة وقفة، وقفة بجد، وقفة صدق، علشان تفهم، علشان تكون إنسان. مش مهم أنت الحقيقة كنت كل يوم بتعمل سلوك معين لكن أنت مش مقتنع بيه، لما سألت نفسك هو أنا ليه بعمله، هو أنا ليه مآمن بيه، ما لقيتش إجابة واضحة، ما لقيتش سكة حقيقية. وبالتالي أنت اللي لازم تقرر عايز تعمل إيه، بس لازم تبقى صادق مع نفسك. الحياة محتاجة ده. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل، وكل سنة وأنتوا طيبين. علشان تغير نمط الحياة اللي يمكن ما تكونش فاهم ولا عارف انت ليه بتعيش بيه، لازم تقرر تحط هدف، تعرف عايز تروح فين. صح، اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ولا مستقبل، بس اللي بيعيش طول الوقت في الماضي وبيكتر ايام تاريخه ما بيعرفش يعمل حاضر ولا مستقبل، بيفضل طول الوقت باصص على ورا. ممكن يبص على الماضي بإعجاب على اللي فات منه وينسى يعمل جديد يستحق الإعجاب من ناس هتيجي بعده. زينا بالظبط كده، أجدادنا بنوا الأهرامات والمعابد وإحنا تلهينا في إبداعها ودقتها وحضارتها وعلومها، وبعدين دخلنا في مرحلة الفخر بيها، وكان المفروض إننا نصاب بالغيرة أو بالحماسة، لكن كملنا للأسف أنتخى واكتفينا بالمشاهدة بس. طيب والحاضر والمستقبل والعيال والورث اللي لازم نكمل عليه واللي اولادنا هيورثوه، ما عملناش حسابه. وادينا اهو بنحاول، بس لسه في ناس مربوطه بسلسله في الماضي بشكل يوجع. كفاياك الحقيقه، انا كنت فين، ركز شويه، الله يكرمك في انت عايز تروح لفين، علشان اللي يبص وراه لازم يتكعبل. Your past doesn't define you. What you do now defines you. What you are committed to do now defines you. If you study the habits and traits of highly successful people and the average or unsuccessful, it is impossible not to see clear differences in their habits and thinking. One of the biggest differences lie in thinking and living in the past or planning into the future. The majority, and by that I mean the average and the underachieving among us, think primarily in the past. This is what happened to me, and if this didn't happen to me, I would be where I want to be today. I should have done this in the past, and now it's too late. This person wronged me in the past, and that's why I'm not where I want to be. The past drags them down and beats the life out of them continuously, day in and day out. They don't take responsibility. They don't believe in future because they are stuck in the past. So their past repeats itself into the future over and over again. The successful one, however, thinks only in the now and into the future. They set goals into the future, clear targets to push them forward, to light their fire within and give them passion for living. They visualize the result coming to reality into the future. They see the future reward, not the initial struggle to bring it to life. Not what I have to go through to get there, but how will I feel when I get there? And the only way to get to the future, to the big reward, is to have powerful action in the now, in this powerful present moment. All successful people know that each positive and productive present moment leads to a positive and successful future moment. The successful usually have had just as tough a past as the average, but their meaning is different. Rather than play the victim, they get on with life. Rather than dwell in the past, they plan on how they will create a better life in the future.
Rather than use the past as an excuse, they use it as fuel to drive them wherever they need to go. Use your past as fuel to take you wherever you need to go. If you ever look back, make sure it's only to drive you forward. Don't blame others for your situation. Rely on yourself to create a new situation. Your future starts today, not tomorrow. Plan now. Live now. Don't let your past define your future. Don't you dare let past failures get in the way of your future success. It doesn't matter what happened in the past. The only thing that matters is what you are going to do right now. What are you going to do right now? أيوة، هو ده السؤال. إيه اللي هتعمله دلوقتي؟ مش مهم حصل ايه امبارح، مش مهم حصل ايه من سنه، مش مهم حصل ايه من ابن خالتي، مش مهم حصل ايه من جوزي، مش مهم حصل ايه مع مراتي، مش مهم حصل ايه في الماضي ايا كان. يعني على راي الست ليلى مراد كده في فيلم غزل البنات، كان فعل ماضي، ما تسيبه في حاله. شوف عبقريه الوصف، هو ده بقى، سيبه في حاله وشوف انت عايز تعمل ايه دلوقتي علشان تروح فين بكره. هو ده اللي انت محتاجه. اوعى تخلي الماضي يشدك في نداهة الألم ونداهة دور الضحية ونداهة ان خلاص مفيش فايدة. الحياة ما بتكملش كده. يمكن الماضي بتاع البني آدم يرسم ملامح او يساهم في تكوين بكرة، لكن كفاياك اكترار لماضي بحلو وبمره. بص وركز هدفك على بكرة، شوف عايز طعمه وشكله ولونه ايه. هتتعب وتجرب وتفشل وتنجح وتقع وتقوم وتتكعبل، وناس تعطلك وناس تساعدك، وهي دي الحياة الحقيقية. هي دي الحياة اللي بتدينا الصلابة علشان نستمر، او تدينا كمان رخاوة اليأس عند ناس تانية. لكن المؤكد ان اللي نجح ووصل وحقق هدفه عمل زي الحقيقة الست دي ما كانت كل ما تغلط او تفشل تقول يلا نجرب. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาแต่ได้ผลลัพธ์ก็ลองดูบำรุงรากของความอยากรู้
อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดเธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนالفنوتة دي الحقيقة دي قصة حقيقية دلوقتي الحقيقة موجودة في السويد عالمة وباحثة في مجال الزراعة الأم دي اللي هي بنتها سألتها سؤال وهم في السوق بيبيعوا سلعة ملهاش زبون كتير فتقول لها احنا ليه الست اللي هناك البياعة بتبيع فاصوليا كويس قوي كده فقالت لها عشان ما فيش غير محل واحد هو اللي بيبيع الفاصوليا قالت لها ممكن نجرب زراعته الأم ما بتقراش الأم مش لاقية البيت سقفه بينقط عليهم في المطر لكن الأم قالت لها كلمة واحدة يلا نجرب والبنت بقت تساعد الأم في إن هم يقروا أول مرة ما طلعتش تاني مرة قالت لها يلا نجرب فعرفت إن الفاصوليا لازم تتزرع في الظل غطتها تاني مرة برضو ما طلعتش الأم عيطت لأن الفلوس اللي جاية لها تكلفة الحاجات اللي اشتريتها كتير لكن مع دمعة الحزن والخوف وانت بتجرب شافت المية اللي نازلة من السقف فجاف بالها فكرة ازاي ترويها الصبح وبالليل بالتنقيط مش بالغمر وهكذا يا سادة جرب واغلط وجرب تاني وما تيأسش هتوصل هتنجح هتهزم يأسك وفشلك بلاش تستسلم لكل حاجة جواك وحواليك بتقولك لازم تقع وتسلم نمر وترفع الراية البيضة في خالق بيبص عليك شايف أدائك مستني لحظة تتدخل فيها عنايته علشان تزقك لقدام أيوة والله أنا مش بقول كلام من برة لكن أنا جربتها كتير قوي في لحظة الخالق عنايته بتزقك وانت فجأة تلاقي حاجة بتزقك وانت بتجري وانت بتبكي وانت بتعيط انت ما تعرفش مين اللي زقك ما تعرفش ليه مجهودك في اللحظة دي أثمر النجاح الكبير قوي ده بس هو بيبقى شايف لأنك تعبت لأنك عملت اللي عليك ويمكن فوق طاقتك هو مش خلقك علشان يعذبك بالعكس وافتكر كلمات الخالق للنبي موسى ولتصنع على عيني أيوة تأمل العبارة دي تأمل الآية دي ركز شوية فيها وفي معانيها ما تقرهاش وبس صحيح الكلام موجه للنبي موسى لكن القرآن وقصصه نزلت للبشر كلهم مش بس علشان يحفظوه لكن عشان ياخدوا منها العبرة والرسالة والدرس ومعاني تساعدهم في الحياة أيوة ولتصنع على عيني هو شايف هو متابع هو مراقب هو فاهم هو مدرك لقدراتك ومستني اللحظة اللي انت تجيب فيها الرابع لا تجيب فيها السادس بقى كمان حسب العربيات الحديثة أنا أسف تجيب فيها السادس علشان هو كمان يديك دفعة تطير بيها لفوق هو بيبقى عارف ده جرب وإياك تيأس لو تقفل طريق اسعى تفتح طريق تاني وتجري في سكة تانية حتى لو كنت فيها لوحدك هو معاك بيرزق الطير تروح جعانة وترجع شبعانة بس لما تروح لأنه كان ممكن يبعت للطير الرزق في قلب العش لكن هو بيحطه في طريقه اللي بيسعى فيه ومن هنا يا سادة وجزء من نتائج منتدى الأكاديمية العربية للتعليم الفني اللي كنا فيه الأسبوع اللي فات نحط الخبر ده والحاضر يقول للغايب الخبر اللي قدام حضراتكم على الشاشة منحة مجانية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منحة مجانية بمعهد الدراسات التقنية والمهنية ومشرف عليها أو هي بروتوكول ما بين الحكومة اللي هي ITC مجلس التدريب الصناعي التابع للحكومة المصرية ومجمع خدمة الصناعة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المنحة المجانية دي هقول التخصصات بتاعتها السلامة والصحة المهنية الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي تكنولوجيا قياس واختبارات المواد والاختبارات المتلفة والغير لا وغير المتلفة تشغيل وبرمجة الآلات ذات التحكم الرقمي الأنظمة المدمجة تكنولوجيا تشغيل المعادن اللحام بالقوس الكهربي والأوكس استيلين ويا رب أكون بقراهم صح التأهيل للعمل بقطاع النقل واللوجستيات صيانة الأجهزة المنزلية تبريد وتكييف دوائر التحكم الهيدروليك والنيوماتيكية
وتكنولوجيا تشغيل المعادن الخراطة والتحكم المنطقي المبرمج PLC والصيانة الكهربائية للمصانع والحام الأرجون وفني صيانة سيارات ومبادئ إلكترونيات وفني تشغيل ديزل وأعطال سيارات. يعني تقريبا كل التخصصات اللي عايز المنحة دي والسؤال عليها والتقديم ليها هيبدأ يوم الحد الجاي 18 سبتمبر. أرقام التليفونات علشان اللي عايز يسأل على أي حاجة موجودة في على الشاشة. يا ريت الشاشة تبقى فول كادر يا شباب بعد إذنكم، وعظيم الأرقام نزلت، ده شيء رائع. أرجوكم اتصلوا على الأرقام ديت، دي منحة من الحكومة المصرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندرية، منحة مجانية للي عايز يقوم ويتحرك ويجرب حتى لو مش تخصصك. الأرقام زي ما انتوا شايفينها أنا برضو هقراها، 012-200-83-808 011-200-88-521 010-188-8-3232. والأرقام ياريت تفضل شوية على الشاشة علشان الناس تنقلها. اتحرك واصنع مستقبلك وارسمه حتى لو كان في حتة غير اللي انت جاي منها. اياك تقول مش دراستي او يا عم هم هيعملوا ايه او اخرتها كام. اي مبرر الحقيقة ممكن تكمل بيه قعدتك وركنتك واسقاطك لفشلك اللي انت سبب رئيسي فيه على الدنيا من حواليك والحكومة والمجتمع والناس. القطر ما بيستناش حد والدنيا ما بتقفش عند حد، الدنيا بتكمل وتعدي وبتوصل لآخر مدى، وفي ناس تقدر توصل لآخر مدى وانت تقدر، بس قوم وتحرك. أرجوك شوف انت عايز تروح فين وبطل تفكر أنا كنت فين. تحياتي ونكمل بعد الفاصل. اسمحوا لي ان انا اقرا تعليق مهم من دكتور محمد البغدادي، استاذ علم الاجتماع في جامعه اسكندريه. بيقول افضل انواع التعلم من خلال ما يطلق عليه الخبره الهادفه المباشره، اي التي يكتسبها الفرد من خلال الممارسه المباشره، وهذا من اهم المبادئ التربويه وهي عكس التعليم بالتلقين. من اسف نحن لا نتيح الفرصه للابناء للتعلم واكتساب الخبره من الممارسه سواء في البيت او المدرسه. نحن نعلم الابناء من خلال الاوامر والنواهي واستخدام الاسلوب الاوتوقراطي دون مناقشه، وهذا النوع من التعلم لا يدوم ولا يحرك العقل والتفكير والتصور والتخيل والعمليات العقليه كافه. نحن نتسبب في احباط الابناء منذ الصغر ولا نسعى لتشجيعهم ومناقشه افكارهم. بالمناسبه اتحدث عن التعلم وثمه فرق بين التعلم والتعليم، الثانية تمثل التعليم النظامي، أما الأولى فهي كل ما يحدث ما يحصل عليه الفرد ويتشربه من خلال مواقف الحياة ومن المواقف المختلفة وهو أعم من التعليم. تحياتي تحياتي لحضرتك وأشكرك على الرسالة والتعليق المهم. وأنا موافقة حضرتك الحقيقة إن إحنا أحيانا بنغفل حالة الفضول اللي جوه الطفل وبنقتلها بالمناسبة، وده مش صح. هو الطفل عنده فضول؟ أيوه عنده فضول، لازم يقنن إلى حد ما، لكن لازم يترك شوية تحت الرعاية وتحت الميكروسكوب، وده محتاج فضة ومحتاج كمان عين بتلاحظ من الأب والأم والمدرس في الحضانة والجد والجدة. الطفل ده بيحب يعمل إيه؟ بيحب يلعب إزاي؟ بيركز أكتر في إيه؟ علشان أنميله الفضول اللي عنده، علشان الفضول ده هو اللي بيصنع العلماء. صدقوا بقى، بس احنا بنقول له اسكت ما انتش عارف حاجه، اقعد ساكت، خليك في مكانك، ما تتحركش من هنا. ويا سلام لو طفل قعد ساكت الحقيقه او ادعى انه قعد ساكت، لازم نديله الحقيقه شوكولاته على ده. ما علينا. من كام اسبوع ردينا على رساله ام بنتها الحقيقه بعتت لنا وقالت بنتها كانت اتجوزت وبترجع من شغلها تقعد على كافيه وترجع بالليل والحياه ملخبطه، وقلنا لازم نربي ولادنا صح ونعلمهم يعني ايه بيت واسره ومسؤوليه. صحيح ان حضراتكم اهتميتم بالرساله، لكن كمان جت رسائل اكتر من امهات وزوجات بتطلب تعليم الشباب هو كمان يعني ايه بيت ومسؤوليه. اهم رساله جات لي في الموضوع ده كانت من اتصال تليفوني، والحقيقه فوجئت بيها انها جابت نمره تليفوني في الشغل، وكانت من زوجها بكت وقالت ان زوجها اتعود ياخد ما يديش
يتكلم ما يسمعش، يتعصب ما يفهمش، وان ده مش بس مأثر عليها هي لوحدها لكن كمان على أولادها اللي بقوا رافضين وجوده في حياتهم، شايفينه مش مسؤول عنهم، وكمان خايفين ان هم يكرروا تجربة جواز لا يطلع نصيبهم من نصيب أمهم الطيبة. الحقيقة هي كلمتني وانا في الشغل ومن غير ترتيب اتفاجئت بكلامها وطلبت منها ردا على سؤال محدد منها، تتطلق ولا لا؟ انها هي اللي تحدد، لانها لازم ترد على سؤال اهم، تقدر تستغنى عن هذا الزوج في حياتها ولا لا؟ تقدر تتحمل الحياة من غير ولا لا؟ الخسائر في عدم وجوده عليهم كلهم ايه؟ واكمل كلامي مع حضراتكم النهاردة، وياريتها تكون وهو معاها سمعين يا طيبين. الرجولة معنى مش قاصر على نوع بشري أو تخصص ذكوري، الرجولة معنى فيه قيم النبل والشهامة والمسؤولية والخير والإصرار والحماية وحاجات حلوة كتير. أيوة طيب، الرجولة مش صوت عالي وإصرار على إنك تمشي كلامك في خشونة أو في خشونة المعاملة الحقيقة لتركبك وتبح لها القطة من أول ليلة. الرجولة احتواء وحنية تخليك الراجل الوحيد في حياة زوجتك وتخليك فتى أحلامها ولو بعد سنين، وسندها وحماها. الرجولة قوة ناعمة تعرف تحاسب إمتى وتتكلم إمتى وتتعامل إزاي. الرجولة تقدير للست وتعبها وجودها وأحلامها وطموحها كمان. الرجولة تضحية بالوقت والمجهود علشان البيت يفضل منور بيكم أنتم الاثنين، علشان ولاد هم زينة الحياة الدنيا، مع المال لازم يطلعوا أسوياء مطمنين وسط أب عارف معنى كلمة رجولة وأم مقدرة للرجولة دي. وإياك تفتكر إن القوامة اللي طول الوقت شماعة بلطجة المشاعر والتصرفات تدي لك حق الجور والتعدي على حقوق ومشاعر مراتك. القوامة مش ميزة ترفعك درجة، ولو المشايخ فهموك ده يبقى فهموك كلام غلط. القوامة خاصية تحملك المسؤولية، مسؤولية الحماية والأمان وتوفير الاحتياجات. مش ربنا هو القيوم، يعني القائم بتدبير الكون، العالم بكل الأمور، وداك القوامة انت كمان كمسؤولية هتتسائل عليها يوم الدين، ويا ويلك لو انك استغلتها غلط. نفذ الأمر الإلهي بالرحمة والتفاني والضمير على قد إمكانياتك وطاقتك، وربنا حيبارك فيك. مسؤوليتك كبيرة حتى لو كانت إمكانياتك أو ظروفك ضعيفة، اعمل اللي عليك وابذل قصارى جهدك، اعمل اللي في ساعتك وربك هو اللي حيديك. احترم زوجتك وتفهم طبيعتها وخوفها وضعفها، خليك الأب والصديق والحبيب والزوج والابن، خليك كل شيء في حياتها، وخليك نموذج لولادك يحطوك قدوة لفارس لسه حيجي. إياك تكرههم في مستقبل يزيد خوفهم منه أو معاملة يفتكروها هي دي النموذج في الحياة. خليك حماية ناعمة لبناتك حتى لو كان بينك وبينهم أميال، زي الأب ده بالظبط. หนูได้บรรจุครูที่สตูลแล้วค่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเราที่แม่เขาต้องการครูมากกว่าพ่อเรียนเก่งมาผมว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราเขาพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอ่ะปีกล้าขาแข็งแล้วนี่จะทำอะไรก็เชิญ Thank you.
ขู่แกเป็นอะไรอย่างวันนี้เลยหน้าซีดๆนะเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะมีไข้ไปพักสักหน่อยดีไหมคะครูลูกขอตัวก่อนนะคะأرجوكم يا طيبين خدوا بالكم من مشاعر بعض. أنت قائد البيت مش لأنك زايد إيد أو رجل أو مخ أو عين أو صباع، أنت قائد بحكم قدرتك الأوسع على الحماية والتأمين بكل معانيها النفسية والمادية. وأعرف أن الست مش نكدية ولا غاوية عيش النكد والهم، لكن هي بس ليها طبيعتها وأسلوب تفكيرها ومخاوفها وأسلوب فهمها للأمور. وافتكر هي مش بتحب المراوغة واللف والدوران، افتكر إنها شريكة الحياة، أم وصديقة وحبيبة وأخت وبنت، وياريت هي كمان تكون فهمة ده كويس. يا سادة البيت أمن قومي لو تصلح حاله إن صلح حال الدنيا كلها. تحياتي لحضراتكم، وافتكروا دايما إن كل واحد فينا مخلوق مستقل بذاته، ليه واجبات وعليه حقوق. لازم لا العكس صح؟ عليه واجبات وليه حقوق، والشاطر اللي لا يفرط ولا يفرط. تحياتي ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل الطيبين بخير، كل أب وأم في سعادة، وكل لمة عيلة وانتم طيبين، يا رب ما يحرمنا منها أبدا. تحياتي.